شباب، قبل ما نبلش التقييم، إذا أنت من النوع اللي أنت بتحب الجوس يكون حالي، فهذا التانك مش إلك، وبالنسبة إلك ما راح تدفع فيه أكثر من 10 دنانير. لكن إذا أنت بتحب الجوس يكون السكر اللي فيه أو الحلى فيه متوسط، فأنت هذا التانك راح يعجبك كثير. مرحبا شباب، كيف الحال؟ معكم أبو ورد، إن شاء الله تكونوا تمام. هذا الفيديو اللي أغلب الناس مستنيته، بدها تشوف شو هالتانك، ليش دائما أنا بحكي عنه، ليش دائما معروف إنه The Tank by سكوتوا غالي، ليش غالي، شو بيقدم، معقول بطحن قهوة، بطحن مش عارف شو، يعني وشوية لطافة ولزازة في الموضوع. الفكرة شباب، أنا كنت متردد أعمل هذا الفيديو لأنه فعليا غالي، هو مش أغلى تانك، هو من أغلى التانكات، يعني في تانكات غالية، سكايلين إيطالي، وفي كم تانك تايلندي غاليين، لكن هو يعتبر من أغلى التانكات. فأنا كنت متردد أعمل هذا الفيديو، لكن الشباب حاب تعرف شو هو السكوتوا أو The Tank by سكوتوا. فمشان هيك خليكوا معي مشان تعرفوا أو تتعرفوا على The Tank by سكوتوا 30 ملليمتر. خليكوا معي. The Tank Version 4 by سكوتوا، طبعا العلبة كرتونية أسطوانية معدنية الأطراف. The Tank Version 4 by سكوتوا ماد مودر إديشن. العلبة بتفتح طبعا بالطريقة هاي، ومن تحت كمان. وبشكل سريع طبعا قطعة الإكستنشن مشان تصير معك تانك أكبر، تركب عليه الألتيم الأكبر مشان يصير يوسع 10 مل مع أورينج وبراغي احتياط. قطعة الألتيم الطويلة على أساس زي ما حكينا يوسع 10 مل، رائع جدا، يعني بحياتك ما راح تشوف هيك زي هيك ألتيم. التانك بيجي بالكيس هاد، وهذا هو التانك شباب، يعني زي ما انتم شايفين مش هالتفاصيل اللي فيه، من تحت طبعا ما فيش ولا اي تفصيلة. كثير ناس بيشوفوه التانك معي بيحكوا لي هاد شو الامتيال اللي معك، على اساس انه شكل الدريبتب، لكن الدريبتب كثير واسع، والدريبتب اصلا مش 810، هو 10 10، هو اكبر. خلينا نفتح التانك من جوا سريعا. طبعا التشامبر او السليف ماد مودر اديشن باي سكوتوا، طبعا 1 من 25، لانه هذا السليف تسوي منه 25 قطعة، او هذا التشامبر انا معي رقم 1. طبعا التعبئة من فوق كمان، وفي تعبئة من تحت، هلا بورجيكم اياها بالمنفذين هذول. طبعا الثريدنج، المشينينج، الخيال، يعني في شغل بالتانك. هاي الدك شباب يعني ما في اشي صعوبة فيه، لج هون زائد لج هون، ومن الجهة الثانية لج هون زائد لج هون. طبعا فتحات الهواء او فتحات الاير فلو كافيات انك تحط عليهم كويل دايميتر 5، ما بحكيش لا. فتحات الجوس او الجوس شانل، يعني المشينينج شباب خيالي، المشينينج خيالي. طبعا الاير فلو تقدر تتحكم فيه. الحلو شباب انه هذا التانك اللي هو الفيرجن 4 بتعبى من فوق ومن تحت بدون اي براغي، بمعنى انك انت بتقدر تشيل الاير فلو او القطعه الرينج هاي، بتقدر تصير تعبي التانك من تحت بالطريقه هاي. طبعا بامكانك تعبي من الجهتين هذول، ما في اي مشكله. شوفوا هون شباب فتحات الهواء اللي بيدخل منهم الهواء من شكل عريض، وبيصير أضيق من هون على أساس إنه يصير ضخ هواء على الكويلات. شوفوا شباب الماشينينج، شوفوا يعني طريقة الخراطة. الحلو بالموضوع شباب إنه الاير فلو ما في له أورينج تخرب، يعني أنتوا زي ما أنتوا شايفين من هون، خليني أورجيكم إياه، في سن داخل لجوا محفور بده يدخل فيه السن هاد بالضبط اللي هو النتوء هاد الصغير، وهيك انت بتضمن انه ما في اورينج يخرب مع الزمن او مع الاستخدام، خلاص هيك انت امورك بالسليم. طيب خلينا هسه نركب له كويل إيريان كلابتون 3 كور. يلا طبعا انتو شايفين البراغي، يعني البراغي استحال انها تدوب معك او انه يصير فيها اشي، براغي بتجيبها من محل مواد بنا، لا جد مش مزح. طيب خلينا هسه نركب احنا بشكل سريع.
هيك شباب ركبنا الكويل الأول طبعا، بس بدنا لما نركب الكويل الثاني المفروض اللق اللي بدها تدخل بالنص هون نقصها قبل ما نركب على أساس إنها ما تلامس الكويل الثاني. طبعا شباب الحلو في الموضوع انه هيك بيكون شكله لما يركب عليه الالتم الصغيرة، وهيك لما يكون شكله يركب عليه الالتم الاعلى. طبعا هاي دربتب تانية موجودة، لكن هيك بيكون الفرق بيناتهم، هيك 10 مل وهيك 4 مل. خلينا هسا ناخذ لنا نفس سريعا سريعا، في سي تي طازة. رجعنا شباب بعد ما شفتوا انتم محتويات الباكج وركبنا له كويل ووك وعبينا جوز طبعا في سي تي، وخلينا ندردش شوي مع بعض شو يعني ذا تانك باي سكوتوا، ليش غالي. خلينا نحكي قصة هذا التانك بعدين ندخل في تقييمه. اجا واحد اسمه سكوت كارسون اللي هو صاحب هذا التانك، حاب يعمل تانكات، فما بده يعمل تانكات تجارية او تانكات مثلا عادية بالصين وخلافه، فحاب يعملها هاند ميد بايده بمشغل وليس بمصنع. هذا التانك بيطلع من مشغل، فراح جاب كل شيء من المواد الأولية والخام اللي هي أعلى إشي، يعني راح جاب الستانلس ستيل 316 بيور نقي 100% أعلى المستويات، جاب الديرلين للدريبتب اللي هو أعلى المستويات وأحسن الأحسن للديرلين الموجود، الألتم اللي موجود برضو أحسن الأنواع، الأورينج بكل شيء، البراغي، يعني جاب أكتر الأنواع مميزة جدا. بتعرفوا اللي بيشتغلوا في المواد الخام مثلا البلاستيك، في بلاستيك مستويات، مستوى أول مستوى تاني مستوى ثالث، أو الحديد أو البراس أو الكوبر، فهو من هاي أو من ماذا يتكون هذا التانك، جابه من أعلى المستويات وبلش يشتغل فيه هاند ميد ماشينينج بإيده، خراطة سي ان سي كله بإيده، ما في إشي بالأجهزة، ما في إشي بالصين، بأمريكا بمشغل هو لحاله. أجا بلش يعمل هذا التانك، عمل الفيرجن الأول، الفيرجن الثاني، الفيرجن الثالث، الفيرجن الرابع، رابع بوينت 2، زائد آخر إشي اللي عمله الفيرجن اللي هو 25 مليمتر، بطل 30 صار 25. فعلا التانك شباب يعني هو بدك تجربه رح تعرف إنه في إشي غلط في التانك، يعني اختلف كل الجوس، لاين جديد، انت قاعد بتفيب لاين جديد، ما بتفيب اللاين اللي انت متعود عليه. وهذا الحكي صار معاي سواء لما قبل فترة كنت في العقبة ولا بأي مكان أنا بروح عليه، طبعا الجوسات موجودة الـ VCT أو The One أو شو مكان، بتفيب إنه شو هذا الجوس، أول سؤال شو هذا الجوس، VCT مستحيل. خلينا نبلش إحنا في تقييمه. أول إشي من ناحية البلدك، تركيب الكويلات سهل جدا، شغلة قديمة ما في إشي صعب فيها، لكن بدكوا تنتبهوا زي ما حكينا لما تركب الكويل الأول الكويل الثاني بدك تركبه لازم تقص اللق اللي جاي بالنص مشان ما يلامس الكويل الثاني. هاي من ناحية تركيب الكويلات. الجوس تشانل، فتحات الجوس قادرة على ضخ الجوس للقطن بطريقة هائلة، ما في إشي اسمه دراي هيت بحياتك مع هذا التانك، ما في دراي هيت إلا إذا خلص الجوس. تشين فيبر مش تشين فيبر، تسحب متواصل، شو ما كانت الطريقة للفيب تبعتك ما راح تاخذ دراي هيت، هي اضمنها. ما في إشي اسمه ليك، ما في إشي اسمه ليك في هذا التانك، مستحيل يليك معك. حط لك فيه تعبئة فوق وتعبئة من تحت، إذا أنت ضعيف بالقطن عبيه من تحت، ما في إشي اسمه ليك أبدا على سالفة الضغط يعني، فما في إشي اسمه ليك. هذا من موضوع الليك أو موضوع التسريب الجوز. خلينا نحكي هسا لصنع السحب. أغلب الشباب على اللايف بيحكوا لي أبوار دائما طلع لنا 8 سلندر و6 سلندر و7 سلندر، أغلب على هذا التانك. هذا التانك إذا بتعطيه كويل محترم
كويل يعبي المسافة اللي هي موجودة في قاعدة الكويلات، انت اعرف انك طلعت سحب معك، بس برضو بدك تصرف جوز. خلينا ناخذ نفس باي ذا واي. الفليفر خيال تمام. هذا من موضوع صنع السحب. موضوع الدريب تب اوكي ما في بتقدر تغيرها، لكن الفكره انها كفيتك محتوي يتمك بطريقه انها ما بتقدر تاخذ هواء من الجناب، خلص راسا من التنك ما في إشي يطلع من هون ياخذ هواء من هون، ما في إشي اسمه يحمى، ما في دريب تب يحمى، ما في تنك يحمى شو ما ركبت عليه المقاومات. طبعا انا ركبته التنك او ركبت التنك هذا معي انا تقريبا من 8 اشهر او 9 اشهر، ركبت عليه كويلات 0.12 13 11 اللي هي طبعا استخدمتها على ميكانيكال سنجل باتري، ما عندك اي مشكله، امورك شغال وبالسليم. ركبت عليه سيريز 0.35 0.30 32 25 26 27، ما بيحمى معك التانك وبيعطيك الاداء واللي بدك اياه. كمان هذا الموضوع اللي هو قابليه انه يتركب عليه اغلب المقاومات. طبعا حتى الدايميتر من 2.5 ل 3 3.5 4 4.5 5 بقول لك هات التانك، بحكي لك هات اعطيني كمان ايش ما بدك تركب ركب لك اياه، انا قابل انه يتركب علي اي دايميتر، ما عندي أي مشكلة. فشباب يعني التنك من جميع المراحل مريحك، معطيك اللي بدك إياه. طبعا التنك وقع معي زليار مرة، يعني واحد وجنبه زليار صفر، تسألوني شو هالرقم، لكن ما صار في إشي، ما في ينطعج، ما في برغي بوز، ما يعني إنه يعني يصير ذوب البرغي، ما في ما في البراغي. أنت بجوز في فيديو انتشر إلي على الواتساب وأنا بشد البراغي بدريل دريل شحن، قاعد بشد البراغي فيه، ما في دوبه، ما في دوبه بالمرة. التانك غالي بعرف، لكن بعمر معك، بتورثه لولد الولد، ما في يخرب بعد 3 اشهر اورينج. خلينا نحكي هسه على الفليفر. انا حكيت اذا انت من محبين الجوس الحالي جدا ما لك مصلحه بعض التانك، لانه بنزل الجوس شوي، بنزل من الحلى. مزبوط، في تانكات بتزيد حلى وفي تانكات بتنزل الحلى، هذا بينزل الحلى شوي. يعني اذا انت بتحب الجوس يكون حالي كثير مش حيزبط معك التانكات. مرات بيجيني جوسات مثلا زي البلاك بانثر، البلاك بانثر من الجوسات اللي حبيتها، لكن الفكره انها حاليه شوي، فبتحطها على ار دي اي بتحس فيها حلى. حطيتها هون اختلف الوضع كليا، اختلف الوضع كليا، والشباب داقت وشافت. ذا ون حالي، ذا ون قطر، حطه هون اختلف الموضوع كليا، بعطيك النوتة، بعطيك الفليفر من ايش بتكون بالضبط بالضبط. لكن كل تانك له سلبياته، ما فيش ايش اسمه تانك كامل. خلينا ندخل بسلبيات هذا التانك واحدة واحدة. اول سلبية كانت بالنسبة الي للدريب تب. الدريب تب ماشي مريحة ما عندي مشكلة، لكن مقاسها 10 10 1010. اذا انت حاب تغير الدريب تب ما في مجال الا تشتري من برا من امريكا، توصي عليها من في جروب فيسبوك اسمه ذا جروب باي سكوتوا، بتوصي عليها وبيجيبوا لك اياها. فما في انه اي دريب تب تاني يركب عليه تعمل ماتشي مع الشغلات، ما في. حتى اللي هو الزجاج سواء كان التيم او شفاف او ريزن او شو ما كانت تكون، انت بدك تفصلها او انت بدك تشتريها من برا، ما في اشي اللي يكون جاهز معك هون بالوضع الطبيعي، لا. هاي اول سلبية. السلبية الثانية الايرفلو. الايرفلو يعني جامد شوي، بدك شوي زمن عبين ما تاخد معك وصير مريح. طبعا ما في اشي اسمه صير لوز وهلا هلا يا عبد الله وبلش الاير فلو يتلعوب لحاله، لا لا لا، بس الفكره انه شديد شوي. هاي كانت بالنسبه لي سلبيه، لانه مرات بتغلب شوي لما بدي اجي افتح او اضيق الاير فلو، لكن مع الزمن راح تمشي معي. انا فعليا اول ما جبت التانك كان صعب، لكن بعدين صار يتحسن شوي شوي. هاي موضوع الاير فلو اللي هي السلبيه الثانيه. السلبيه الثالثه شباب السعر. بعرف السعر غالي، لكن اذا انت جبته حتحبه بعرف، وحتخليه عندك ومش حيفرق معك السعر، لانه راح يعطيك شيء حلو. لكن ابتداء لما بدك تيجي تشتريه انه راح تتردد، يعني اشتريه من يعني غالي، طب اشتريه. فهاي شغله شباب، موضوع السعر اوكي انا بعرف انه انا بتجربتي له السعر فيه، لكن الفكره مش اي واحد ممكن يتقبل هذا السعر، لا هو سعره غالي. طبعا مبدئيا بنزل من الشركه او من صاحب التانك $250. $250 الناس طبعا بتاخده على السريع. ليش؟ لانه كل فيرجن بنزل منه 250 حبه فقط لا غير، فالناس بتشتري 250 حبة بيخلص بصير سولد اوت، بتبلش تبيع براحتها 300 320 350 وخلافه. فالفكرة انه شوي السعر غالي، لانه يعني ماشي زي ما حكينا حتجربه حتحبه، لكن مش راح تتشجع اولها انك تشتري. لو ارخص شوي بالنسبة لي كان تمام. طبعا الاصدار 25 لسه انا ما جربته، راح يوصلني واجربه واقيمه لإلكم. فانا بالنسبة لي شباب افضل فليفر اخدته بتاريخ حياة الفيب اللي انا عشتها
من اللي جربتهم بجوز يطلع إشي أحسن منه أنا ما جربته، أو في إشي أحسن منه أنا لسه ما جربته، لكن اللي جربته إلى الآن أفضل فليفر فيهم كلهم هاد، سواء كان شو ما كان تحط تحط أنا بالنسبة لي أفضل فليفر. فما ضل شيء تاني نحكي شباب عن هذا التانك، كالعادة حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة أمامكم، بتمنى تعملوا لي فولو مشان نضل على تواصل أكتر. يعطيكم العافية شباب، أبورد وحياكم الله.